بين العلماء أن الصفائح الأرضية في حالة حركة مستمرة، وهذه الحركة بطيئة لا يمكن ملاحظتها بالعين مباشرة، وتحدث هذه الحركة بسبب سخونة لب الأرض. وبسبب سخونة لب الأرض فإن هذه الصفائح تتحرك بشكل مستمر. يعود سبب تلك الحركة إلى أن مادة الستار تسخن بشكل غير منتظم من قبل لب الأرض، وبفعل الجاذبية الأرضية ونتيجة لتيارات الحمل تتولد في باطن الأرض تتحرك هذه الصفائح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال ملاحظتكم للمقطع الفيديو فإن درسنا لهذا اليوم هو حركة الصفائح الأرضية من الفصل العاشر نظرية الصفائح الأرضية، الدرس الثاني حركة الصفائح الأرضية. اليوم إن شاء الله سنتعلم مجموعة من المفاهيم المهمة في نظرية تكوين الصفائح الأرضية. من هذه المفاهيم أولا أن نعلل سبب حركة الصفائح الأرضية، ثانيا نعدد الصفائح الأرضية ونوضح كيف تنتج قيعان المحيطات، ونبين كيف تتكون السلاسل الجبلية، ونشرح كيف تتكون الزلازل. من خلال المقطع الفيديو الذي تم عرضه أمامكم سنطرح هذا السؤال ونجيب عليه. سؤال: ما أسباب حركة الصفائح الأرضية؟ جواب على هذا السؤال: يعود سبب تلك الحركة إلى أن مادة الستار تسخن بشكل غير منتظم من قبل لب الأرض، وبفعل الجاذبية الأرضية ونتيجة لتيارات الحمل التي تتولد في باطن الأرض تتحرك الصفائح الأرضية. أي معنى ذلك أن مثل ما وضحنا سابقا أن طبقات الأرض تتكون من ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي القشرة الأرضية، ومن ثم تليها مادة الستار أي طبقة الستار، ومن ثم لب الأرض الذي هو يعتبر نواة الكرة الأرضية. هذه الثلاث طبقات غير منتظمة في درجة الحرارة، أي معنى ذلك أن لب الأرض درجة حرارته عالية مقارنة بالستار وكذلك بالقشرة الأرضية، ونتيجة لذلك تتولد لدي تيارات حمل أي حركة داخل طبقة لب الأرض، وهذه الحركة ستؤدي إلى حركة الصفائح الأرضية بالإضافة إلى الجاذبية الأرضية. السؤال الثاني: لماذا تكون الصفائح الأرضية في حركة مستمرة؟ هذا يأتي بصيغة أخرى. الإجابة على هذا السؤال هو يكون كالآتي: بسبب التوزيع الغير متساوي للحرارة في باطن الأرض. مثل ما تعلمون سابقا أن طبقات الكرة الأرضية غير متساوية من حيث درجات الحرارة، وسابقا وضحنا بأن الطبقة الأولى من طبقات الأرض هي القشرة الأرضية التي تكون طبقة باردة، وهي الطبقة التي نسير عليها، الموجود عليها الإنسان والحيوان والمياه وما شابه ذلك. وإضافة إلى ذلك أن الطبقة التي تلي الطبقة الأولى القشرة الأرضية هي الستار. الستار يكون أسخن من الطبقة الأولى، والطبقة الأخيرة هي لب الأرض الذي يكون
أسخن من الستار والقشر. ونتيجة الاختلاف في درجات حرارة الطبقات تتولد لدي حركة مستمرة في الصفائح الأرضية. الصفائح الأرضية، ومثل ما تلاحظون في هذه الصورة، هذه هي الصفائح الأرضية، صفائح قارية وقارية وقارية أيضا، وإضافة إلى صفائح أخرى. سنبين ذلك إن شاء الله من خلال السير في الدرس. سؤال: ماذا ينتج عن حركة الصفائح الأرضية؟ الآن أصبح لدي مفهوم مهم جدا بأن الصفائح الأرضية تتكون نتيجة التوزيع الغير متساوي المنتظم للحرارة في باطن الأرض. هذا مفهوم علمناه سابقا. الآن سنوضح هذا السؤال الذي هو أساس درسنا لهذا اليوم: ماذا ينتج عن حركة الصفائح الأرضية؟ تتحرك الصفائح الأرضية حركات مختلفة، وينشأ عن هذه الحركات تغير معالم سطح الأرض وتنوع تضاريسها. إذن هنا جي ألي نقطة في غاية الأهمية، أن هذه الحركة المستمرة للصفائح تتكون نتيجة التوزيع الغير منتظم للحرارة في باطن الأرض، وهذا يؤدي إلى تكون وتنوع تضاريس الموجودة على سطح الكرة الأرضية. وهذا الأمر مكن العلماء من فهم طريقة أو من وضع نظريات مختلفة لكيف حدث أو كيف نشأت السلاسل الجبلية وقيعان البحار والمحيطات والبراكين والزلازل. من ماذا؟ من مفهوم حركة الصفائح الأرضية. من مفهوم حركة الصفائح مكنت العلماء من دراسة طبقات الأرض المختلفة بواسطة الموجات الزلزالية وغير هذا الأمر. إذا حركة الصفائح الأرضية، يجب أن أعلم معلومة جدا مهمة، أن الصفائح الأرضية ستنتج من حركتها ستنتج عن حركتها تغير من تنوع تضاريس الكرة الأرضية. الآن سنبين ذلك. هنا سؤال قد يأتي بهذه الصيغة ونجيب عليه إن شاء الله: لماذا تحرك أي صفيحة من الصفائح، أي صفيحة؟ ووضحنا سابقا بأن الصفائح هي أما أن تكون صفائح قارية أو صفائح محيطية. تحرك أي صفيحة من الصفائح سيؤثر في الصفائح المجاورة، سيؤثر في الصفائح المجاورة. سيتبادر إلى أذهاننا أن أين توجد الصفائح؟ الصفائح هي موجودة في الغلاف الصخري من طبقات الأرض التي هي الصفائح القارية والصفائح المحيطية، كما وضحناه في الدرس السابق الآن سأبين فد نقطة مهمة عن الصفائح. الصفائح نقصد بها هي القارات السبعة الموجودة على سطح الكرة الأرضية، وإضافة إلى ذلك المحيطات الموجودة على سطح الكرة الأرضية. هذا نقصد به الصفائح، لأن الصفائح تغطي سطح الأرض الخارجي جميعا. أي بمعنى أن الإنسان يسير على الصفائح، الحيوان، الإنسان، الحيوان، البحار، المحيطات هي موجودة على الصفيحة أو القشرة الأرضية الأولى من طبقات الأرض، فلا يوجد فراغ فيها ليس مشغولا بأحدها. أي بمعنى أن أي مساحة موجودة على سطح الأرض هي أما أن تكون صفيحة قارية أو صفيحة محيطية، وأن حجم الأرض ومساحته سطحه ثابت، يعني أن الأرض
ثابت المساحة سؤال: ما أنواع حركة الصفائح الأرضية؟ للصفائح الأرضية حركات، وقبل أن نبين هذا الموضوع يجب أن نتذكر نقطة مهمة جدا، أن الصفائح في حالة حركة مستمرة، وأن هذه الحركة تؤثر في كل صفيحة لصفيحتها المجاورة. أي بمعنى، لو كان لدي صفيحتين متجاورتين، كان يكون صفيحة قارية وصفيحة قارية أخرى، فإن هاتين الصفيحتين ستؤثران في بعضهما البعض، وهذه الحركة ستنتج لدي ثلاث حركات: يا أما حركة تباعدية، أي بمعنى أن الصفائح تعمل على، أو أن الصفيحتين ستؤثران متباعدتين عن بعضهما، الحركة تكون متباعدة عن بعضهما كما تلاحظون في الشكل، سهمين متباعدين عن بعضهما، أو حركة تقاربية، أي بمعنى أن الصفيحتين متقاربتان، الحركة تكون متقاربتين نحو بعضهما البعض، أو حركة انزلاقية، أي بمعنى أن أحد الصفائح المجاورة للصفيحة الأخرى ستنزلق عن الصفيحة الأخرى. هذه الأنواع الثلاثة من حركة الصفائح الأرضية. السؤال: ما هي الحركة التباعدية؟ ما هي الحركة التباعدية؟ الحركة التباعدية تتحرك الصفائح مبتعدة بعضها عن بعض، تتحرك الصفائح مبتعدة بعضها عن بعض نتيجة قوة الشد التي تؤثر عليها. انتبه لهذه الجملة المهمة جدا: باتجاهين متعاكسين. أي بمعنى أن لو كانت لدي صفيحتين متجاورتين وتحركت هاتين الصفيحتين باتجاهين متعاكسين كما ملاحظ في الصورة التي أمامكم. لنوضح هذا القضية أكثر، انتبه، هذه صفيحتين، هذه صفيحة أولى، هذه الصفيحة الأولى، وهذه صفيحة ثانية التي هي صفيحة قارية، بمعنى هذه صفيحة وهذه أيضا صفيحة، هذه الثانية. الذي يحدث هنا بأن هاتين الصفيحتين إذا تباعدت هاتين الصفيحتين، أي بمعنى أن يكون اتجاه الصفيحتين هكذا اتجاه الصفيحتين، الصفيحتين تباعدتان عن بعضهما البعض، نتيجة ماذا؟ نتيجة الحركة المستمرة للصفائح الأرضية. وبينا تعلمنا سابقا بأن حركة الصفائح الأرضية تنتج نتيجة التوزيع الغير المتساوي للحرارة في باطن الأرض. نرجع إلى موضوع، إذن هنا الصفيحة الأولى تحركت مبتعدة عن الصفيحة الثانية بهذا الاتجاه، ماذا ينتج؟ ينتج عن حدوث لأسميه مصطلح تخسف في الحدود الصفيحتين، في حدود الصفيحتين المتجاورتين. عندما ابتعدت الصفيحة الأولى عن الثانية نتيجة قوة الشد الناتج عن حركة الصفائح، حدث لي ما يسمى قيعان البحار. ماذا نسميه؟ قيعان البحار، الحركة التباعدية التي تحدث بين صفيحتين متجاورتين. انظروا إلى السهمين بأي اتجاه، يكون باتجاه متعاكس، ينتج عنها قيعان البحار كما في البحر الأحمر. إذن سؤال: كيف تتكون قيعان المحيطات والبحار؟ تتكون قيعان المحيطات والبحار ومنها البحر الأحمر عندما تتحرك الصفائح مبتعدة بعضها عن بعض،
هذه نقطة جدا مهمة، مبتعدة بعضها عن بعض، مبتعدة بعضها عن بعض، نتيجة قوة الشد التي تؤثر عليها باتجاهين متعاكسين. هذا الجملة ستفرق بين هذا النوع والأنواع الأخرى. وعندما تبتعد الصفيحتين بعضهما عن بعض وتدفق المياه إلى الحوض، تتكون لدي ما يسمى بالقيعان. القيعان نقصد بها المحيطات والبحار المختلفة. السؤال: ما المقصود بالحركة التقاربية؟ الآن الحركة التباعدية اتجاهين متعاكسين، صفيحتين تتحركان باتجاهين. التقاربية عكس التباعدية، عندما تتحرك الصفيحتين متقاربتين، أي بمعنى أن الصفيحتين تتحرك بعضهما نحو البعض، نتيجة أيضا القوة الشد الناتجة من حركة الصفائح تؤدي إلى حركة تسمى بالحركة الهدامة. ماذا نسميها؟ بالحركة الهدامة. إذن الحركة الثانية تسمى أيضا بالحركة الهدامة، ونتيجة الحركة الهدامة تكون لدي ما يسمى بالسلاسل الجبلية. السلاسل الجبلية. إذن الحركة التقاربية في هذا النوع، فإن الصفائح ستتحرك بعضها نحو البعض، ونتيجة الحركة المستمرة للصفائح تتكون لدي الحركة الهدامة، وهذا يؤدي إلى تكون السلاسل الجبلية. سأشرح هذا إن شاء الله بعد أن نجاوب على هذا السؤال. كيف تتكون السلاسل الجبلية؟ كيف تتكون السلاسل الجبلية؟ بينا أنه هذه صفيحتين، هذه الصفيحة الأولى وهذه الصفيحة الثانية، هذه صفيحة أولى وهذه صفيحة ثانية. هذه الصفيحة عندما تكون الحركة الناتجة عن الصفائح المستمرة، عندما تكون بشكل متقارب، أي بعضها نحو، أي اتجاهها بعضها نحو البعض، ينتج عنها حركة هدامة وتكوين سلسلة جبال. تكوين ماذا؟ سلسلة جبال، وهذا يؤدي إلى تكون السلاسل الجبلية المختلفة نتيجة الشد المؤدي إلى اصطدامهما، ويؤدي هذا الاصطدام إلى انثناء الصخور وتكوين السلاسل الجبلية. أنت الآن يجب أن تعرف بأن الحركة الهدامة هي نفسها الحركة التقاربية، والتي تؤدي إلى تكوين السلاسل الجبلية. السؤال: ما هي الحركة الانزلاقية؟ ما هي الحركة الانزلاقية؟ وهي النوع الأخير من الحركات صفائح الأرضية. هذه الحركة تحدث عند انزلاق صفيحة متماستين باتجاهين متعاكسين. هنا يجب أن نبين الفرق بينها وبين الحركة الأولى، الحركة التباعدية. هنا ماذا سيحدث؟ أنا لدي صفيحتين، هذه صفيحة أولى وهذه صفيحة ثانية. الصفيحتين تكون متجاورتين، أي بمعنى عندما تكون لدي صفيحتين متجاورتين، الحركة الانزلاقية نستطيع أن نسميها تسمية بالحركة الجانبية، حركة الجانبية. عندما يتم حركة جانبية عكسية باتجاه متعاكس كما تلاحظون في الصورة التي أمامكم، أي بمعنى هذا، هذه الحركة الجانبية المتعاكسة، سيؤدي إلى حدوث ما يسمى بالصدع. الصدع، هذا الصدع هو اسمه الزلازل، ظاهرة الزلازل كما تلاحظون في الصورة التي أمامكم. هذا زلزال حدث نتيجة الحركة الانزلاقية بين صفيحتين متجاورتين حركتهما باتجاهين متعاكسين. هذا بما نقصد بالحركة الانزلاقية. الحركة الانزلاقية تحدث عندما تكون هناك صفيحتين متماستين وباتجاهين متعاكسين.
كيف تتكون الزلازل؟ مثل ما وضحنا سابقا، تتكون الزلازل نتيجة الحركة الانزلاقية، حيث تحدث عند انزلاق صفيحتين متماستين وباتجاهين متعاكسين. فمثلا تتحرك احدى الصفائح نحو الشمال والصفيحة الاخرى نحو الجنوب، وينتج هذه الحركة الى حدوث ما يسمى بالزلازل. وهذا لديه أمثلة كثيرة كما في الحدود الانزلاقية في البحر الميت. سؤال وهو لب الموضوع هو ماذا ينتج عن الحركة التباعدية؟ فكروا معي، برأيك ماذا ينتج عن الحركة التباعدية للصفائح الأرضية؟ أي بمعنى صفيحتين متجاورتين أحدهما ابتعدتان عن الآخرة باتجاهين متعاكسين. أحسنتم، تنتج عنها تكوين قيعان المحيطات والبحار كما تلاحظون في هذه الصور المختلفة لتكوين قيعان المحيطات ووضحناها سابقا، لكن لترسيخ المادة أكثر هذه الصورتان توضحان عملية حدوث المحيطات والبحار، قيعان المحيطات والبحار. الصورة الأولى كما تلاحظون الحركة المتباعدة بين هاتين الصفيحتين التي أمامكما. أسئلة مختلفة عن درسنا لهذا اليوم وهو مراجعة لما تعلمناه سابقا. لماذا، سؤال الأول، لماذا تختلف تضاريس الأرض من منطقة إلى أخرى؟ يعني لماذا تكون في منطقة مثلا الشمال، مثال الشمال، تكون هناك سلاسل جبلية بينما في منطقة الجنوب أرض متساوية، في الغرب تكون هناك صحراء؟ لماذا هذا الاختلاف الذي يكون في تضاريس الأرض؟ الجواب على ذلك بسبب حركة الصفائح الأرض المستمرة، لأن سابقا وضحنا بأن أي ظاهرة من ظواهر الطبيعية من الزلازل، من براكين، من قيعان بحار ومحيطات، من سلاسل جبلية، هذه تحدث بسبب الحركة المستمرة للأرض. وضحت بوليدي؟ أي بمعنى نستطيع أن نوضحها أكثر بأن في الشمال تكون هناك صفائح متحركة بصورة ماذا؟ بصورة متقاربة، أحسنتم، تؤدي إلى تكوين سلاسل جبلية وغير ذلك. أما السؤال الثاني، ما اسم الحركة التي تحدث بين صفيحتين وتسبب تكوين السلاسل الجبلية؟ أحسنتم، الحركة التقاربية. سؤال أيضا، ما اسم الحركة التي تحدث بين صفيحتين وتتحركان بشكل جانبي؟ وهذا وضحنا سابقا، إذا الحركة الانزلاقية. ما سبب حركة الصفائح الأرضية وما ينتج عن هذه الحركة؟ التوزيع الغير منتظم لحرارة باطن الأرض، وهذه راح يؤدي إلى تحرك الصفائح الأرضية حركات مختلفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا. للتوضيح أكثر للدرس السابق، سنبين أنواع الحركات الصفائح الثلاثة، ألا وهي الحركة التباعدية والتقاربية والانزلاقية. مثل ما تلاحظون لدينا هنا صفيحتين، عملية الحركة باتجاهين متعاكسين وبهذه الطريقة تؤدي إلى تكوين قيعان المحيطات. نعيد، الحركة التي تكون باتجاهين متعاكسين تؤدي إلى الحركة التباعدية وتكوين قيعان المحيطات. هذه هو النوع الأول من الحركات الصفائح الأرضية. النوع الثاني ألا وهي الحركة التقاربية التي تؤدي إلى حركة بهذه الطريقة وتؤدي إلى تكوين السلاسل الجبلية، تؤدي إلى تكوين السلاسل، هذه تسمى بالحركة التقاربية. أكرر، الحركة التي تكون بين صفيحتين بصورة نحو بعضهما بعض، نحو بعضهما بعض بهذه الطريقة تكون السلاسل الجبلية وتسمى بالحركة التقاربية.
عملية حركة الصفائح بالصورة الآتية، هذه تسمى بالحركة الانزلاقية. هذه تسمى بالحركة الانزلاقية التي تؤدي إلى تكوين الزلازل، التي تؤدي إلى تكوين الزلازل، وهي الحركة الجانبية، أيضا يطلق عليها تسمية أخرى بالحركة الجانبية.